قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان كونوا رحماء، حيث استضاف البرنامج ناشطة أليسون أبو العظام التي ركزت في حديثها على ضرورة دعم فئة الأطفال من ذوي الإعاقات المتعددة والالتفات إلى أوضاعهم ومساعدتهم بكل النواحي المادية والنفسية والإنسانية، والعمل كذلك على زرع البسمة في حياتهم من خلال المبادرات الخيرية الموجهة نحوهم. إلى الحوار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. في هذا البرنامج نستضيف شخصيات كريمة بارزة لها إنجاز في هذا المساء. يسعدني أن أستمع وإياكم إلى عظة من خلال المبادرات، من خلال العمل الإنساني، من خلال أفعال الرحمة التي نتعلم كثيرا منها في هذه الأمسية. أقول لكم متابعي عين على المشرق من أحبتي المسيحيين والمسلمين أننا كلما كنا رحماء كلما اقتربنا من الرحمن من الرحيم. كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحيم. رحبوا معي بالناشطة السيدة أليسون أبو العظام. عمل الرحمة ما في إله لا نطاق ولا في إله حدود ولا في إله عمر. هو عبارة عن إحساس أو هو عبارة عن شيء بنبع من الداخل، والإنسان بيجي إحساس ليلي وربنا بحكيه وبحس إنه لازم يعمل هذا الشيء. من أنا وصغيرة بلشت في هاي الخطة بحدود معينة. كبرت الأيام وكبرت السنين والواحد يتجوز وصار عنده أولاد وصار عنده عيلة، صار يعرف شو معنى يعني العيلة وشو معنى الالتزامات اللي موجودة وشو يكون فيه وشو ما يكون فيه. مرقت هالسنين أنا صدقاً بحب الأطفال، يعني عندي هيك إحساس جميل للطفل. في فترة معينة اشتغلت بمدرسة وكنت أدرس كيجي 1 كيجي 2، كان من بناتهم في حالات توحد. أروح على البيت كنت أدرسهم إنجليش، يعني أنا ما أروح أضلي أنا عقلي وإحساسي مع هدول الأطفال. هدول كيف بدهم يكملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ شو رح يصير معهم؟ الحمد لله درستهم ودخلوا مدارس، وهلأ هن دمجوا بمدارس وعلى مقاعد، وهن هلأ يعني فعلياً عم بينافسوا نفس الأعمار بمستواهم. مرقت، تركت هذا الشغل وطلعت فكرت كتير. دخلوني جماعة من إخواننا المسيحيين على جروبات اللي هي المبادرة المساعدة الإنسانية، تجمعات عدة شباب وصبايا صاروا يذكروا عدة حالات أطفال، طفل هذا بده مساعدة، هاي العيلة بدها مساعدة. حسيت إنه في تشتت، يعني مفروض البني آدم يركز على خط واحد، لأنه أنت كل ما ركزت على خط واحد رح تكون إنتاجيتك أحسن. التشعب يعني شوي بضيع الإنسان. من هذا المنطلق اجتنا حالة، أول حالة طفل، هذا الطفل إنه بيروح على مركز من المراكز وإنه هو بحاجة لمبلغ عشان العلاج الطبيعي. لفت نظري اسم العيلة والطفل وشو اللي صاير. هذا الطفل مجرد ما انولد عنده نقص أكسجين، قالوا له الأطباء بمستشفى المدينة الطبية هذا الطفل يعني للأسف ما في أمل منه، نقص أكسجين وما بتمشي أموره، ما في داعي يعني إنكم تتعبوا عليه. الأم ظلت تثابر وتتعب وتجتهد كأي أم، هذا يعني إحساس الأمومة. لو شو ما حكوا للأم، لا الأم رح تضلها تتابع وعندها أمل، والأمل بربنا كبير عمره ما بيروح. احتاج الطفل، رحت على أحد الأسماء، عرفت وين الطفل بأي مركز. طبعا هو الطفل بمركز الأطفال المبتسمين لذوي الاحتياجات الخاصة، صاحبته دانا كرسوعة، هو هذا المركز اللي أغلب الأطفال يعني اللي إحنا عن طريقنا متواجدين ومتوفرين فيه. رحت شفت هذا الطفل، طفل يعني عقليا سليم. الطفل كان بحاجة لعملية تطويل وتر. هون ابتدت رحلتنا، عملنا هاي العملية خلال كورونا. ومجرد ما تنعمل هاي العملية طبعا بمستشفيات خاصة، لأن مستشفيات الحكومة أصلا يعني دور طويل، انعملت عملتها وانتهت الأمور وكان الولد طيب، وبعد هيك صار بده علاج طبيعي. أي عملية من هاي الأنواع
سواء كانت يعني بالساقين أو بالعمود الفقري لأطفال بيعانوا من شلل دماغي أو نقص أكسجين، هن بحاجة لبعدين علاج طبيعي وعلاج وظيفي. نعم. وهاي الفترة كثير طويلة ومكلفة جدا. طبعا الطفل استمر بالمركز، الطفل أموره كويسة، أخذ علاج طبيعي وعلاج وظيفي، والآن هو في أحد المدارس بKG2، طفل سليم ومعافى، أموره رائعة، برن علي وبيحكي لي شو أخذ وشو عمل وشو سوى وقديش هو بتواصل مبسوط. معك بتواصلوا معي وإن شاء الله يعني مستمرين معه، إحنا هدفنا الاستدامة.